خطيرة ممكن فول فول فول. يا سلام على الفول وحلاوته، عقلية جميلة جميلة في الوقت الحسن. حاضر كلب فول بهدف أكبر من واحد. الدقيقة تقريبا 32 والنبي سمعني بتكلم على حدود الأغنية. اللعيبة قالت لك استنى أنت، إحنا هنخلص وإحنا هنسجل. طلع رجب جميل على الجنب، أخر حسين الشحات اللي هو يشيل مع أحمد سامي اللي انطلق في الجبهة اليمين بعد ما حل نص المشكلة رجب نبيل. الضغط كان موجود من حسن عبد ربه، والناحية التانية إبراهيم حسن اللي بيعمل عرضية من لمسة واحدة. إيه يا ولد يا كالدرون ده؟ إيه الجمال ده؟ يا سلام على الجول وحلاوته، واحد واحد. فرناندو هدف ثالث، لا فرجت النهارده بالنسبه له، يتحدث بالكولومبي وعايز كل المباريات تكاد تكون. اخيرا نطق، اخيرا اتكلم الهداف الكولومبي ديجو فرناندو وسجل الهدف الثالث.
We'll be right back.